تعال نروح لزميلنا محمد توفيق من ملعب المباراة، نتعرف منه على آخر الأجواء. مساء الخير يا محمد. دايماً تحت لحضرتك وضيوفك الكرام في الاستوديو كباتن مصر والنادي الأهلي. أهلاً وسهلاً بيك يا محمد، إزيك؟ قول لي الأجواء عندك أخبارها إيه؟ يعني أجواء أكثر من رائعة هنا داخل استاد السويس الجديد بمدينة السويس. كابتن أيمن، يمكن أرضية الملعب ظاهرة بصورة أكثر من رائعة، وملعب السويس طول عمره بس النجيلة بتبقى تقيلة شوية، ولكن النجيلة مستوية وشكلها أكثر من رائع، وإن شاء الله يعني اللعيبة بتتغلب على طول النجيلة دوت في رش الملعب قبل المباراة مباشرة بإذن الله. على سبيل بقى الجو، يمكن الجو أكثر من رائع، بنتكلم في 19 درجة مئوية، وافضل ما في المباراه طبعا هو جمهور النادي الاهلي اللي بيزايل مدرجات الدرجه الثالثه شمال. يمكن اكثر من 1500 مشجع للنادي الاهلي كانوا حريصين ان هم يؤازروه النهارده ويحتفلوا مع اللاعبين ببطوله السوبر في الملعب، وان شاء الله اللاعبين يكونوا عند حسن ظنهم ونحتفل كمان بفوز جديد ويبقى الفوز الثالث على التوالي. زي ما حضرتك اتكلمت، يمكن عدد كبير جدا من لاعبي الداخليه هم من ابناء النادي الاهلي، كانوا حريصين قبل اجراء عمليات الاحماء طبعا على تحيه الجهاز الفني وزملائهم من لاعبين النادي الاهلي. كان اجواء اكثر من رائعه كمان ما بين الجهازين الفنيين بقياده طبعا واحد من ابناء النادي الاهلي كابتن رضا شحاته، كان سلم على الجهاز الفني بالكامل، وكانت مقابله اكثر من رائعه. كمان عاوز اقول لحضرتك النهارده النادي الاهلي هيظهر لاول مره هذا الموسم بالزي البديل. يمكن طبعا النادي الداخليه هو صاحب الملعب النهارده والمباراه، هيلعب بالزي الاحمر والشورت الاسود والشراب الاحمر. النادي الاهلي كمان هيغير لبسه النهارده، هيلعب بالتيشيرت الاسود والشورت الابيض والشراب الابيض. ده من اول مره هذا الموسم النادي الاهلي يظهر به زيه البديل. لما تحرك الاجواء اكثر من رائعه، سواء ارضيه الملعب سواء الجو، ان شاء الله تكلم النهارده ويكون التوفيق كمان حليف النادي الاهلي، واضافه ثلاث نقاط كده لرصيده ان شاء الله، ويتربع على عرش المسابقه باذن الله. فوجئنا يا محمد بنزول مستر كولر برغم ان اصابته بنزله برد شديده. بالفعل كابتن ايمن، يمكن احنا في قناه النادي الاهلي كان فرضنا من الصباح الباكر من اول الصبح يعني، وقلنا ان مستر كولر هيكون موجود ان شاء الله ويدير المباراه. يمكن هو حضر من القاهره بصباح اليوم وكان في المعسكر طوال النهار طبعا بعد اطمئنان دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي عليه، وكان موجود في المحاضره الفنيه، وهو اللي دخل المحاضره الفنيه والقى اهم التعليمات للاعبين قبل المباراه وموجود. فيمكن كان حريص كمان اول ما نزل ملعب المباراه انه يطمن على ارضيه الملعب، يمكن نزل كده زي ما بنقول شاف الارضيه وداس عليها، لكن هو حالته اكثر من رائعه وان شاء الله هيكون موجود في دكه البدلاء ويدير اللقاء فنيا من داخل ملعب كابتن ايمن باذن الله. شكرا جزيلا محمد، وباذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي لتحقيق الفوز النهارده ان شاء الله. التوفيق.